السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك إن شاء الله اليوم غادي نخصو الحصة للشرح ديال الدرس الخاص بوحدة الكهرباء، ألا وهو درس تجميع الموصلات الأومية. دونك أول حاجة بدا كنرحب بكم في القناة ديالي، هي على الاسم التالي بروف بي سي بوستون. دونك كيما قلنا الحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي نخصوها شرح ديال درس الفيزياء تجميع الموصلات الأومية. هذا الدرس هذا دائما فهو كيندرج ضمن وحدة الكهرباء الخاصة ب المستوى جذع مشترك علمي وتكنولوجي. دونك نبداو على بركة الله. دونك كما قلنا هذا هو الدرس ديالنا، تجميع الموصلات الأومية Association des conducteurs ohmiques. أول حاجة هذه الفقرة ديال تجميع الموصلات الأومية ضروري نهضروا على قانون أوم. دونك قانون أوم اللي فيت لكم شفتوه في المستوى ديال الثالثة إعدادي. دونك بالنسبة لقانون أوم، يتناسب التوتر U، يا التوتر U درنا الدرس ديالو ديال التوتر الكهربائي كنرمزو ليه بالحرف U، يتناسب التوتر U بين مربطي موصل أومي اضطرادا مع شدة التيار الكهربائي المار فيه. دونك أي موصل أومي كيما بغا يكون فهو التوتر U كيتناسب اضطرادا مع شدة التيار الكهربائي المار في ذاك الموصل الأومي. دونك العلاقة ديال قانون أوم هي هذه، U كتساوي R فوا I، مع R هو مقاومة ذاك الموصل الأومي. دونك الوحدة العالمية للمقاومة هي الأوم، كنرمزو لها أوميغا. دونك قانون أوم حنا دابا عرفناه، U كتساوي R فوا I، مع U هي التوتر بين مربطي الموصل الأومي، و إي هي شدة التيار الكهربائي المار في ذاك الموصل الأومي، و إغ المقاومة ديال الموصل الأومي وحدتها الأوم. إي كما قلنا فهو التوتر الكهربائي وحدته الفولت، و إي يعني شدة التيار الكهربائي وحدته الأمبير. ملحوظة، يمكن التعبير عن قانون أوم بالعلاقة. دونك الى هنا جينا دخلنا المواصله، المواصله شنو كتساوي؟ كتساوي المقلوب ديال المقاومه. المواصله كتساوي المقلوب ديال المقاومه. دونك الى بغينا نعبروا على المواصله، مواصله موصل اومي، فهي كتساوي 1 على ار. الوحده العالميه ديالها في النظام العالمي للوحدات هي سيمنز، كنرمزوا ليها بالحرف اس. نمشيو للفقرة الثانية من تجميع الموصلات الأومية، هي تجميع الموصلات الأومية. دونك الفقرة الأولى تجميع الموصلات الأومية، ذكرنا قانون أوم، التعريف ديالو، التعبير ديالو. نشوفو هاد تجميع الموصلات الأومية كتكون لنا على شكلين، على التوالي وعلى التوازي. بالنسبة لتجميع الموصلات الأومية على التوالي، إلا لاحظنا هنا الشكل عندنا جوج ديال النقاط A و B، وعندنا جوج ديال لي ريزيستونس أولا موصل أومي. موصل أومي الأول يعني كيتميز بواحد لا ريزيستونس 1، والموصل أومي الثاني كيتميز بواحد لا ريزيستونس 2. هنا تمثيل ديال التوتر الكهربائي بين كل موصل أومي، عندنا هنا في الموصل الأومي الأول U1 والموصل الأومي الثاني عندي تمثيل ديال التوتر الكهربائي U2. دائما كما قلنا هذا التمثيل ديال التوتر الكهربائي فهو كيكون عكس منح مرور التيار الكهربائي. دونك بالنسبة للدارة المتوالية كما عرفنا في الدرس ديال شدة التيار الكهربائي، إذا كانت عندي دارة متوالية على التوالي زعما شنو كنديرو؟ أو شنو عارفين باللي راه لو كورون
اللي كيدوز في هذا الموصل اومي فهو كيساوي لو كورون اللي كيدوز في هذا الموصل اومي. دونك غنعبروا على بان شده التيار الكهربائي المار في هذا الموصلين اوميين اغ 1 و اغ 2 فهو كونستانت ثابت، وكتكون عندي هنا اي 1 كتساوي اي 2. نمشيو نديرو التوتر الكهربائي بين مربطي كل موصل اومي. بالنسبه لاي 1 فهي كتساوي لا ريزيستانس اغ 1 مضروبه في شده التيار اي. وبالنسبه التوتر الكهربائي بين مربطي الموصل اومي جوج كتساوي اغ جوج مضروبه في اي. دائما عندنا نفس شده التيار لان كونستانت. دونك الا بغينا نديرو الجمع ديالهم شنو غادي نديرو؟ غادي نجمعو التوتر. التوتر بين مربطي يو ا بي هي يو 1 زائد يو 2. دونك التوتر بين مربطي يو 1 يو ا بي كتساوي هي ار 1 نعوضو يو 1 لا غولاسيون ديالها ونعوضو يو 2 بلا غولاسيون ديالها ونجمعو. دونك العامل المشترك بين هاد جوج دونك هي اي. نعملو باي وتعطينا ار 1 زائد ار 2 فاكتور دو اي. دونك خلاصة ثنائي القطب المكافئ لترتيب موصلين أوميين على التوالي مقاومتهما هما إغ 1 و إغ 2 موصل أومي مقاومته. دونك هذا الشكل هذا اللي حنا شرحناه ديال موصلين أوميين إغ 1 و إغ 2 يمكن لينا نديرو ليه واحد لا ريزيستونس كتسمى la résistance équivalent. يعني هذا الشكل هذا فهو نفسه هذا الشكل. دونك غادي نجمعوا R1 و R2 ونحطوها في واحد لا ريزيستانس نسميوها ايكيفالون، بحيث هاد لا ريزيستانس هذه اللي عوضناها بدك R1 و R2 فهي كتساوي المجموع ديالهم R1 و R2. صافي. دونك الى عوضنا حنا هاد التوتر الكهربائي بين مربطي يو ا بي اللي سموه هنا يو، شحال كيساوي؟ غيساوي ار ايكيفالون مضروبه في اي. والى جينا لهنا غادي نختزلو باي، دونك اي غتمشي لينا مع اي وتبقى لينا لا ريزيستانس ايكيفالون كتساوي لا سوم ديال لي دو ريزيستانس ار 1 و ار 2. دونك هذا هو كيفاش نديرو تجميع الموصلات الاوميه الا كانوا عندنا على التوالي. نمشيو نشوفوا كيفاش نجمعوا الموصلات الاوميه اللي كيتميزوا بواحد لا ريزيستانس الا كانت عندنا في حاله التوازي. دونك هنا عندنا توتر او التيار الكهربائي داخل من هاد النقطه ا، عندنا النقطه بي اللي كيخرج منها التيار الكهربائي. عندنا جوج ديال الموصلات الاوميه اللي مركبين على التوازي. دونك في دارة متوازيه باش كتميز كتميز بكون أن التوترات الكهربائية بين مربطين الموصل أوميين اللي كاينين على التوازي فهما كتكون عندهم نفس التوتر الكهربائي. دونك التوتر الكهربائي بين مربطي هذا الموصل أومي اللي عنده لا ريزيستانس 1 راه كتساوي يو اب بي، والتوتر الكهربائي بين مربطي الموصل أومي اللي كيتميز بلا ريزيستانس ار 2 كتساوي يو اب بي. دونك عندهم نفس التوتر الكهربائي يو اب. دونك ها هما مثلو هنا يو اب بي واحد. نفرقو حنا كل موصل اومي. دونك يو اب بي كتساوي هي ار 1 فوا اي 1. دونك الى لاحظتو على ان لو كورون هنا راه ماشي بحال ماشي بحال لوكا ديال على التوالي. هنا على التوازي لو كورون اي دخل لينا من لو بوان ا اللي كتعتبر هنا عقده، تفرق لينا هنا مشى ولا اي 1 وهنا اي 2. دونك بالنسبه للتوتر الكهربائي المار في الموصل الاومي اللي كيتميز بلا ريزيستانس 1 دونك هو التعبير ديالو يو اب بي كتساوي ار 1 فوا اي 1. بالنسبه للموصل الاومي الثاني كتساوي ار 2 فوا اي 2. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ دونك بالنسبه لهنا كما قلنا فان النقطه ا كتعتبر عقده الا طبق عليها قانون العقد. دونك مجموع شده التيارات الداخله كتساوي مجموع شده التيارات الخارجه. دونك الا لاحظنا النقطه
شدة التيار الداخلة شنو هي؟ هي اي، والخارجة من هذه النقطة A فهي اي ان زائد اي دو. دونك هذا هو التعبير ديالها. ونعوضو بالنسبة لاي، بالنسبة لاي كتساوي هي يو ابي على لا ريزيستانس ايكيفالون. نشوفو هنا في هذا الشكل، دونك هنا التوتر بين مربطي يو ابي اش كيساوي؟ كيساوي هي ار ايكيفالون مضروبة في اي، حيت هذا الشكل هذا فهو مكافئ لهذا الشكل. هاد لا ريزيستانس ايكيفالون غادي نعبروا عليها في العلاقه اللي غادي نوصلوا ليها دابا ان شاء الله. دونك بالنسبه ل يو ا بي بدلاله ار ايكيفالون كتساوي ار ايكيفالون مضروب في اي، دونك غادي نخرجوا اي. دونك اي كتساوي هي يو ا بي على ار ايكيفالون، اي ان كتساوي هي يو ا بي على ار ان، وبالنسبه ل اي دو كتساوي يو ا بي على ار دو. كتلاحظوا على ان هاد موصلات الاوميه فهي كتميز نفس التوتر الكهربائي اللي هو يو ا بي. شنو غادي نديرو؟ غادي نختزلو به. دونك الا اختزلنا به غادي تبقى لينا 1 سور ار ايكيفالون كتساوي 1 سور ار 1 زائد 1 سور ار 2. دونك هذا هو تجميع الموصلات الاوميه على التوازي. دونك ثنائي القطب المكافئ هذا اللي كنهضروا عليه لتركيب موصلين اوميا على التوازي مقاومتهما R1 و R2، موصل اومي مقاومته هو هذا. دونك هاد لا ريزيستانس المكافئه لهذا الشكل هذا ها هي لا ريزيستانس، يعني كتساوي 1 سور R ايكيفالون كتساوي 1 سور R1 زائد 1 سور R2. طبيعه الحال الا كان عندي هنا واحد ثنائي القطب اخر اللي هو على التوازي بارابور هاد للثنائي القطب اللي عندنا هنا، شنو غادي نديرو؟ غادي نزيدو هنا زائد 1 سور ار 3 1 سور ار 4 انسي دو سويت. الا كان عندنا هنا ثنائيات القطب كاملين على التوازي، نفس الشيء هنا الا كانوا عندي كاملين على التوالي كنبقى نزيد هنا لي ريزيستانس اللي عندي. هذا هو تجميع الموصلات الاوميه في كلتا الحالتين على التوالي وعلى التوازي. دونك تعميم مقاومة ثنائي القطب المكافي، يعني كنهضروا على لا ريزيستانس يعني ديال ار ايكيفالون، مقاومة ثنائي القطب المكافي لعدد من الموصلات الأومية مركبة على التوالي هي هذه. دونك ار ايكيفالون كتساوي لا صوم دو ان فيغ ان، دونك على حسب داكشي اللي عندي انا في الشكل. الا عطاوني ثلاثة ديال لي ريزيستانس ولا ثلاثة ديال موصلات الاوميه غادي ندير هنا ار1 زائد ار2 زائد ار3. حنا هنا فاش كنديروا التعميم كنديروا جوسكا ان. بالنسبه لمقاومه ثنائي القطب المكافئ لعدد من الموصلات الاوميه مركبه على التوازي كندير المقلوب، دونك 1 سور ار ايكيفالون كتساوي لا صوم دو 1 فيغ ان ديال 1 سور ار اي، هذيك ار اي على حسب اللي عطاوني انا، عطاوني 3 غادي ندير حتى لحد 1 سور R3، عطاوني 4 ندير 1 سور R4 ونوقف. بالنسبة هذا هو جميع الموصلات الأومية على التوازي وعلى التوالي. نمشيو لواحد الفقرة الثانية اللي هي مهمة، كيفاش نديرو التركيب ديال واحد المقسم التوترات. عندنا جوج ديال الأشكال أو جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى باستعمال الموصلات الأومية اللي هضرنا عليها، مثلا R1 R2، كيفاش نحسبو واحد التوتر الكهربائي الخارج انطلاقا من المعطيات اللي عندي. دونك كما كتلاحظوا هنا عندي واحد دارة كهربائية كتكون من يعني لانتيغيبتور قاطع التيار مولد جي. عندي هنا التوتر الكهربائي يو ا بي توتر الدخول، وعندي هنا لو كورون ديز في هاد ثنائيه القطب ار1 و ار2. دونك عندي هنا نقط، عندي هنا التوتر الخارج سموه يو سي. دونك الا بغينا نديرو التعبير ديال التوتر الخارج، توتر الخروج بدلالة يعني لا ريزيستانس ديال
جوج ديال ثنائي القطب F1 و F2 وتوتر الدخول UAB. دونك دائما عندي هنا موصلات الأومية فهما مركبين على التوالي. الميزة باش كيتميزو أنهم عندهم نفس شدة التيار الكهربائي. إلا درنا التوتر الكهربائي بين مربطي الموصل الأومي الأول U1 كتساوي R1 فوا I. هذا كنهضرو على هذا الموصل الأومي R1. بالنسبة للموصل الأومي الثاني عنده التوتر الكهربائي توتر الخروج US دونك كتساوي لا ريزيستانس R2 فوا I. دونك US كتساوي R2 فوا I. شنو غادي نديرو؟ دونك UAP كتساوي التوتر بين مربطي الموصل الأومي الأول والتوتر الكهربائي بين موصل أومي الثاني. دونك UAB كتساوي U1 زائد US وغادي نجمعو غتعطيني بلي UAB كتساوي R1 زائد R2 فاكتور دو I. هنا كيتميزو بكون أن عندهم نفس شدة التيار الكهربائي. علاش؟ لأنهم مركبين على التوالي. دونك بالنسبة للتوتر الكهربائي المار في الموصل الأومي الثاني قلناه دونك US كتساوي R2 فوا I. شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نعوضو لا فالور دو I انطلاقا من هاد العلاقة. شحال كتساوي؟ I كتساوي التوتر UAB مقسوم على R1 زائد R2 ونجي نعوضها هنا. دونك إلا بغينا نعبرو على توتر الخروج انطلاقا من هذا الشكل دونك US كتساوي لا ريزيستانس R2 مقسوم على R1 زائد R2 فاكتور دو UAB. دونك التركيب هذا اللي درنا هنا فهو أدى إلى تقسيم التوتر. كان عندي التوتر UAB توتر الدخول، أدى هذا التركيب إلى تقسيم التوتر، واللي عندي التوتر بين مربطي موصل أومي الأول U1 التوتر بين مربطي الموصل الأومي الثاني US. احنا بغينا نحسب US، احنا لقينا العلاقة. دونك إلا بغينا نحسب التوتر الخروج بين مربطي مثلا الموصل الأومي الأول R1 شنو غنديرو؟ غتساوي U1 كتساوي R1 مقسوم على R1 زائد R2 مضروبة في UAB. دونك هادي هي العلاقة ديالهم. بالنسبة للطريقة الثانية كنستعملو المعدلة. هاد المعدلة بالفرنسية كنقولو لها الريوستا. التعريف ديال هاد المعدلة فهو عبارة عن موصل أومي كباقي الموصلات الأومية، غير هي كتكون قابلة للضبط. باش كيتميز هاد المعدلة؟ عندها جوج ديال المربطين A و B. هاد المربطين A و B كيكونوا في الطرفين ديالها، كيكونوا ثابتين ما كيتحركوش. نقطة واحدة اللي كتحرك كتسمى الزالقة. يعني هذيك الزالقة باش نعرفو يعني لا ريزيستانس. هذيك السي يعني كنحطوها حنا فيما بغينا. دونك هذه هي اللي كتكون متحركة. الا بغينا نستعمل المعدلة دونك علاش كتستعمل؟ كما قلنا باش تفرق لينا او تقسم التوتر. دونك تلعبوا المعدلة في هذا التركيب دور مقسم التوتر. دونك عندنا هنا التوتر، يعني توتر الدخول هو UE وتوتر الخروج US. حنا بغينا نحسبوا التوتر الخروج US. دونك التعبير ديال توتر US توتر الخروج بدلالة UE اللي هو توتر الدخول. دائما عندنا هنا تركيب كيفاش داير على التوالي. دونك هنا I لو كورون غادي يدخل من هنا يكون كونستانت. US الا جينا غير هنا توتر بين مربطي هاد لابارتي من بي حتى لسي شنو هي؟ US كتساوي X سماه. دونك هاد لابارتي بالبيض فهو كيتسمى الجزء المستعمل. دونك هذا هو المحسوب من الريوستا، هذا هو المحسوب منه. والجزء اللي ملون بالاسود فهو الجزء غير محسوب ولا غير مستعمل من الريوستا. دونك حنا بغينا نحسبه
التوتر بين مربطي الجزء المستعمل من المقاومة R. دونك اش كنديرو؟ كنديرو إكس اللي هي المقاومة ديال هاد لابارتي مضروبة شدة التيار اللي دايزه من هاد الموصل. سيد بالنسبة للتوتر الدخول يو او اش كيساوي؟ كيساوي هادشي كامل، كيساوي هاد لابارتي المستعمل والغير المستعمل مضروبة في شدة التيار الداخلي في هذا الموصل. دونك يو او كتساوي ار موان اكس اللي كتعتبر هذا الجزء غير مستعمل مضروبة في اي زائد اكس يعني الجزء المستعمل مضروبة في اي. دونك هذا هو توتر الدخول. دونك اذا بالنسبة لتوتر الخروج كيساوي كما قلنا اكس فوا اي، و اي منين جبدها انا؟ اي غادي نجبدها من توتر الدخول اللي كتساوي اف و اي. دونك هادشي كامل عندي اغ موا اكس زائد اكس تبقى ليا هي اغ، دونك كتساوي اغ مضروبه في اي. جمعوا هادو اغ موا اكس زائد اكس غادي تعطيني اغ، تشفات ليا في الاخير هي اغ مضروبه في اي. نخرج من هنا اي شحال تعطيني؟ تعطيني هي اي او مقسوم على اغ، ونجي نعوضها هنا. دونك بالنسبة لتعبير توتر الخروج كيساوي إكس على إر مضروبة في إر. دونك إلا طلبوا منا أوجد تعبير التوتر الخروج بدلالة توتر الدخول كنستعملو يعني كنديرو هاد الطريق على حساب إلا كان عندنا واش على التوالي ولا على التوازي. الفقرة الأخيرة كتعبر ولا كتهضر على مقاومة سلك أسطواني الشكل. دونك بالنسبة لهذه الفقرة هذه كيفاش نحسبو مقاومة ديال واحد السلك أسطواني بالنسبة لمجموعة من الفلزات؟ دونك هاد الفلزات فهي كتميز بواحد يعني واحد كتسمى مقاومية السلك، هي كتختلف من ناحية كل فلز. مثلا لارجون يعني أجي فهي كتميز بواحد فاصلة ستة ضرب في عشرة أس ناقص تمنية أوم متر، ماشي بحالو بحال الكويفر. دونك الكويفر أكثر مقاومية بالنسبة لارجون. دونك هاد المقاومية السلك فهي كتكون يعني عبارة عن معطيات بالنسبة لكل فلز. دونك الا بغينا نحسب مقاومه ديال كل فيليز شنو كندير؟ كندير هاد المقاومية مضروبه في طول السلك مقسومه على مساحه مقطع السلك. دونك على حساب طول، دونك بالنسبه لهذه بالنسبه لهاد المقاومية فهي كتكون الا خدينا مثلا الا خدينا الفيليز مثلا خدينا الكويفر مع الكويفر فاش غادي يختلف هاد العلاقة في لا ريزيستانس؟ على حساب دابا الكويفر مع الكويفر يعني النحاس والنحاس عندهم نفس المقاومية. مثلا الا خدينا واحد يعني طرف ديال النحاس خدينا فيه 1 متر والنحاس الثاني خدينا فيه 0.5 متر، دونك فاش غادي يكونوا مختلفين يعني في هاد لوكا هذا من ناحية الطول؟ دونك الا بغينا نقارنو غنحسبو لا ريزيستانس ديال كل واحد وغادي نلقاهم في الاخير مختلفين. دونك علاش؟ لاننا اختلفنا من ناحيه الطول واختلفنا من ناحيه المساحه. دونك اون جينيرال الا بغيت نحسب المقاومه ديال اي سلك عطاوني المقاومه ديالو كندير المقاومه مضروب في الطول مقسومه على المساحه، وهاد المقاومه فكتكون هي يعني الوحدة ديالها في النظام العالمي هي الأوم مضروبة في المتر، كتكون صغيرة جدا. دونك هذا هو الدرس ديال خاص في تجميع الموصلات الأومية. نمشيو يعني نثبتوا الأفكار ديالنا خلال واحد يعني مرجع آخر ديال الموصلات الأومية، ندوزو بالزربة. دونك بالنسبة للموصلات الأمية
اول حاجه شنو هو تعريف ثنائي القطب الكهربائي؟ رجع عليه بالزربه. ثنائي القطب الكهربائي كل مركبه كهربائيه وكل جميع المركبات كهربائيه ذات مربطين او قطبين. ثنائي القطب كتسمى على اي ثنائي القطب عنده مربطين. مثلا هنا هذا الدي كيتسمى ثنائي قطب، علاش؟ لانه عنده مربطين ا و بي. الا سمعته مميزه، مثلا قال لك عطيني مميزه ديال واحد ثنائي القطب، شنو كتمشي دير؟ كتمشي يعني تراسي واحد لو غراف اللي كيكون فيه التوتر بدلاله التيار الكهربائي او العكس. يعني الا قال لك عطيني توتر ولا عطيني مميزه ديال ثنائي القطب، غندير ليه يعني U A B en fonction de I ولا العكس. مثلا الموصل الأومي اللي هضرنا عليه في الأول، موصل أومي شنو هي العلاقة ديالو؟ U كتساوي R فوا I. دونك إلا بغينا ندير المميزة ديال هاد القانون أوم شنو؟ دونك غادي نتراسي واحد لوغاف U توتر بدلالة لو كورون، شنو غتعطيني؟ غتعطيني R اللي كتمر من اصل المعلم، هذه كتسمى هي مميزه. دونك هذا هي التعبير ديال المميزه اللي بغيت يعني نديرها يو ا بي اون فونكسيون دو اي او العكس. هنا موصل اومي كما قلنا، دونك موصل اومي العلاقه ديالو يو كتساوي اف فوا اي. دونك اي موصل اومي خلال واحد الدرجه ثابته كيكون عندي التوتر الكهربائي يتناسب اضطرادا مع شده التيار الكهربائي المار في الموصل الأم. دونك إلا بغيت نعبر عليها بدلالة المقاومة أو بدلالة المواصلة جي لا كونديكتونس، كاين عندي لا ريزيستونس لا كونديكتونس، عندي العلاقة بين لا كونديكتونس لا ريزيستونس هي المقلوب ديال لا ريزيستونس. لا كونديكتونس إتيكال أن سور إر، الوحدة ديالها سيمنز، بالنسبة للوحدة ديال لا ريزيستونس هي الأم. هنا مقاومة سلك معدني أو فلزي كما هضرنا عليه في الفقرة الأخيرة، دونك كتساوي غو المقاومية مضروبة في الطول على مساحة السلك، الوحدة ديالها هي أوم متر. دونك كما قلنا هاد المقاومة ديال الريزيستونس فهي كتعلق بالطول وبالمقطع ديالها بالمساحة حتى بالنوعية ديالها، يعني الكويبر ماشي هو لارجون، ماشي هو الالمنيوم، ماشي هو أي فلز آخر. تتعلق المقاومة كذلك بدرجة الحرارة، يعني خص إلا بغينا نشوفو يعني خصني نقيس لا ريزيستونس، وهاد المقاومة فهي كما قالوا كتعلق بدرجة الحرارة، يعني واحد السلك كيسخن بزاف واحد السلك ما كيسخنش على حسب، دونك كتعلق بدرجة الحرارة. هنا تجميع الموصلات الأومية كما قلنا على التوالي وعلى التوازي، هنا على التوالي دونك عندي هنا جوج ديال الموصلات الأومية، غادي ندير هاد الموصل الأومي إر فهو مكافئ لهاد جوج موصلات الأومية، دونك العلاقة اللي كتربط بيناتهم إر إيكيفالون كتساوي لا صوم ديال هاد جوج ديال الموصلات الأومية إر أن زائد إر دو. بالنسبة للتعميم دونك كما قلنا إر كتساوي لا صوم مجموع الموصلات الأمية المركبة على التوالي، تجميع على التوازي، دونك هذا الشكل هذا فهو مكافئ لهذا الشكل، بحيث هاد لا ريزيستونس هادي R، دونك 1 سور R كتساوي 1 سور R1 زائد 1 سور R2. هذا هو التركيب على التوازي. دونك إلا بغينا نعبرو عليها دائما يا إما بلا ريزيستونس واما لا كونديكتونس جي، بحيث جي كتساوي هي ان سور ار. دونك بالنسبه لتقسيم تقسيم التوتر كنستعملو كما قلنا يا اما الموصلات الاوميه باستعمال الموصلات الاوميه او لا المعدله. دونك هنا بالنسبه لتوتر الدخول يو ا بي عندي هنا المعدله، بغيت نحسب هاد توتر الخروج يو سي بي، دونك هادي هاد يو ا بي، يو ا بي عندو دونك هاد لا ريزيستونس هادي ار ا بي مضروبة في اي،
ياك دونك الى بغينا يو سي بي توتر الخروج كيساوي اف سي بي مضروبه في اي. دونك الى بغيت نحسب هذا التوتر الخروج كندير نفس الطريقه ونحسب يو سي بي. دونك هادو خاص الجزء ديال التمارين، المره الجايه ان شاء الله نكملوا يعني التمارين الخاص بها الدرس نديرو التصحيح ان شاء الله. دونك الدرس ديال جميع الموصلات الاميه انتهى، ان شاء الله الحصه الجايه نديرو التمارين الخاصين او سلسله التمارين الخاصه بجميع الموصلات الاميه.